وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرني الشاب الصغير الذي بدأ الخطبة، وربما أحرج أن أتكلم بعده، فقد نطق هذا الطفل الصغير بما لا يستطيع أن يتكلم به الكبار. ثم دخول الثلاثة أو الخمسة إلى دين الله عز وجل دفعة واحدة ذكرني بطفل خلفته في الكويت يصلي بالناس في المسجد الذي أصلي فيه. عمر الطفل الذي يصلي بما يزيد على 1000 مصلي في المسجد، عمر الطفل 12 عاماً، يصلي بالناس لأنه أحفظهم وأقرأهم وأحسنهم تلاوة. نسأل الله أن يبارك فيه. ليس الغريب هذا، ليس الغريب أن طفلا يصلي بالناس، لكن الغريب أن هذا الطفل أمه ليست عربية، أمه أمريكية، أسلمت وحسن إسلامها وربت طفلا يصلي بأمة العرب. هذا دين الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كم من عاص اليوم لا يستطيع حتى أن يصلي في المسجد، إذا قبض الله روحه يصيح يوم القيامة فيقول: لو أن الله هداني، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ينسب ويلوم من؟ يقول: لو أن الله هداني. طيب أنت لما لم تختر هذا الطريق؟ أنت ما الذي منعك أن تصلي؟ أنت لما فتحت التلفاز على تلك القنوات؟ أنت الذي مشيت برجلك إلى هذا المكان؟ لا زال إلى يوم القيامة يقول: الله اللي ما هداني. سبحان الله، الله ما هداك؟ الله علمك طريق الخير والشر، لكنه إلى يوم القيامة يقول: لو أن الله هداني، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. شاب يقول عن نفسه في رمضان، إحدى رمضانات الماضية، يقول: كنت أنا وصاحبي ما نصلي لكننا نصوم. ما تركب صح؟ زي ما يصير تصوم وما تصلي؟ الذي يصوم ينبغي أن يصلي. الصلاة أعظم، وعمود الإسلام إذا سقطت سقط الإسلام. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ما كان يصلي، يقول: كنت جدولي حياتي أنام النهار كله وأسهر الليل كله، أكل شرب له طرب أغاني، أغاني رمضانية، طرب رمضاني، شيشة رمضانية، أرجيلة رمضانية، ما شاء الله، كل شيطاني يسموه رمضاني. يقول: كانت حياتنا هكذا كحال كثير من الناس اليوم. ثم إذا جاء يوم القيامة قال: لو أن الله هداني. متى ينام؟ يقول: أنام قبل الفجر، قبل الأذان أنام، ومتى أستيقظ؟ على المغرب. ينام النهار كله علشان ما يحس لا بالجوع ولا بالعطش. لا صلاة الفجر يصلي، ولا صلاة الظهر يصلي، ولا صلاة العصر يصلي، ولا يقوم لصلاة المغرب. فإذا قام قالوا له: قوم، أذن المغرب. ما شاء الله، يقوم يفز إلى الفطور، وأم أول ما يسأل عن الرطب. ليش؟ يطبق السنة.
ما صليت تبي طبق السنة ما شاء الله، ويبدأ بسم الله يأكل رطبات، ثم يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. خوش أجر. كثير من الناس هذا حالهم، أنت الآن تتعجب صح، لكن هذا حال كثير من الناس، وكثير حق عليهم الضلالة. بل أكثر الناس اليوم، لا تنظر إلى من حولك أهل صلاح ودين، انظر إلى أمة الإسلام، انظر إلى غيرها. وما أكثر الناس، الله الخالق العليم بخلقه يقول هذا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول كنت أنا وصاحبي نسهر العشر الأواخر، بقي على العيد أربع ليالي بقيت على العيد. قلت لصاحبي فصلت الثوب ثوب العيد؟ قال لي لا. قلت له ليش؟ قال لي راح الوقت، والحين منو اللي يقبل يفصل لي ثوب؟ خلاص راحت علي، الخياطين ما يقبلون الحين. قال لي أنا عندي خياط صاحبي، خروح ليفصل لك. قلت لا بأس. ذهب معي صاحبي، ذهبنا إلى الخياط فأخذ مقاسه وقال له تعال ليلة العيد تستلم ثوبك. فرح صاحبي وشكرني، وخرجت معه نخطط ليوم العيد، شن نسوي؟ وين نروح؟ أين نذهب؟ أين نسهر؟ أي حفلة نحضرها؟ نخطط ليوم العيد ماذا سنفعل؟ أوصلني بسيارته إلى بيتي في الليل، آخر الليل، الناس تصلي العشر الأواخر هم ما يصلون. أوصله إلى بيته ورجع إلى بيته صاحبه، يقول رجع لا صلاة ولا ذكر، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. يقول أنا نمت قبل الفجر كالعادة علشان أقعد المغرب، أخوي قعدني الظهر، بعد الظهر قعدني من النوم، يا فلان قوم يا فلان. قلت له ليش؟ تو الناس ايش صاير؟ تو الناس الظهر الحين. قال له قوم بسرعة، قوم ايش صاير؟ قال له قوم، في واحد يبيك على التليفون يقول ضروري. الله يستر. يقول رحت رفعت سماعة الهاتف، نعم انت فلان الفلاني؟ قلت له اي نعم انا فلان الفلاني. قال له ما عليك أمر، اليوم بعد صلاة العصر في صلاة جنازة. قلت له صلاة جنازة؟ خير من له؟ قال صاحبك فلان توفاه الله. قلت له تمزح معي؟ قال لا، هذه ليست مزحة، صلاة العصر اليوم جنازة على صاحبك وأنا أخوه. قلت له البارح وصلني وموعد اليوم. قال لي يا فلان الظاهر بعد ما وصلك وهو بسيارته راجع إلى البيت انقلبت به السيارة وتوفاه الله عز وجل، وقبض الله عز وجل روحه. أين الأحلام؟ وين يوم العيد؟ ماذا فعل بصلاته؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان وإن يترك سدى. عبد الله، أختي الفاضل، يا من تسمعيني، هل الواحد فينا مستعد للقاء الله؟ هنكون صادقين، احنا الآن لو قيل هذه هي الساعة الأخيرة في حياتنا، نحن جاهزون؟ مستعدون؟ أدينا الأمانات؟ تبنى من